بعد الحرب ابتدى تقديم البطولات، مش بس بطولات حرب اكتوبر العظيم، لا ده ابتدى كمان الحديث عن فتره مهمه، فتره الاعداد للحرب نفسها، حرب الاستنزاف. وشاهدنا عدد من الافلام اللي اتكلمت عن هذه الفتره المجيده في تاريخ قواتنا المسلحه اللي مهدت للانتصار العظيم. حرب الاستنزاف في راي حضرتك ازاي تم تقديمها من خلال الافلام اللي تم انتاجها بعد 73؟ يعني هي افلام قليله لكنها مهمه قوي، ويمكن في رأيي أنه أوقعهم هو أغنية على الممر للمخرج علي عبد الخالق، لأنه هو فيلم يعني متفرد تماما في تقديمه. ويمكن كمان في حاجة لازم أقولها هنا، أنه في هذا الوقت تقريبا قامت ما سميت جماعة السينما الجديدة. نعم، بدأت تقدم بيان جديد عن السينما المصرية، وجهة نظرة جديدة، والطالب فيها بأن يبقى في أفلام مختلفة، أفلام عن المقاومة وأفلام عن أحوال مصر، أفلام الواقعية الجديدة في السينما المصرية. الواقعية الجديدة، وهذا الفيلم كان بكورة إنتاجهم. صحيح هم ما عملوش غير فيلمين، لكن هي دي حركت إلى حد كبير. كان في كمان فيلم ظلال على الجانب الآخر للمخرج الفلسطيني غالب شعث. غالب شعث، وكان فيلم أبناء الصمت. أبناء الصمت ابتدى العمل فيه، وبعدين قامت حرب أكتوبر فتوقف العمل فيه، وهو كان إخراج محمد رادي. وبعدين اتعرض بعد كده بعد سنة 74، بعد نهاية حرب أكتوبر.